انا ام هاد الوليد المهدي عنده اعاقه ذهنيه، كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا العلاج لولدي. الله يرحم لكم الوالدين، العلاج لولدي. ولدي ما عارف حتى شي حاجه، ما كيعرف حتى شي حاجه، كنضر رابطه وكنبيتو رابطه، لحقاش ما عرفتش شنو غندير ليه، ما عندوش العلاج، ما عرفتش، حابسه ليه العلاج وكل شيء، ما عنديش باش نداوي الولد. خاصه كل 6 شهور تشري لي دي باكين والدواء وتعالجو، ما عنديش انا. يلاه مكافحه مع الكرا وليدات اخرين وما في حاليش، الحاله ضعيفه، كنطلب من المحسنين يعالجوا لي ولدي. مهدي كيعيش معذب، حياته كلها معذب، ما عارف حتى شي حاجه، ما فاهم والو، ما عارف راسو لا ليل لا نهار لا حتى شي حاجه، كيضل النهار كله هو مربوط، محن حياته كامله معذب، ما عارفش راسو لا كيفاش الماكله ديالو ولا كيفاش كياكل لا حتى شي حاجه، ما كيعرف والو. يعني تجي توكلي تتشربي تتبدلي لي، ما فاهم والو، ما عارفش، ما عرفتش، ما كيعرفش، ما تيبكي ما حتى شي حاجه، ما كيعطيك حتى اشاره بانه هو باغي ياكل والو، ما عارفش، عير تيغوت بحال هكا النهار عليك والليل، الليل كامل اي بلاصه كريت فيها كنلقى فيها المشاكل على ولدي، حسب ولدي مشاكل. الحمد لله، ولكن عايشه محنة كارية، وتنخدم عير في الديور، وتنخليه عير مع اختو، يعني حتى شي حد ما غيقدر يقابلو لك، ما عارفينش. مشيت للجمعيات كيقول لك ما عرفناش شنو غنديروا لي، مشيت عند المحسنين ما لقيت حتى شي حد اللي غيتعاون معايا، يعني ما عرفت، ما فهمت حتى شي حاجه، ما لقيت حتى شي حد يواسيني لحد الان اللي يعاونني في ولدي. انا تنطالب منكم تعاونوا معايا وتعالجوا لي ولدي، الله يرحم لكم الوالدين. هذا هو اللي تنطالب بخوتي وخوتي، عندي 3، عندي 2 وليدات وبنيه، الوليدات الاخرين الحمد لله، ولكن هذا محن، حتى هما مساكن عاشوا معقدين مع خوهم ومعايا، يعني هزوا معايا واحد المسؤوليه صعيبه، باقين صغار وتمحنوا في حياتهم ما عارفينش، وكنخلي لهم خوهم. المهم انا كنطالب المحسنين يتعاونوا معايا وتعالجوا لي وليدي، الله يجازيهم بخير. الرقم ديالي ديال التليفون 06 16 44 52 07. المغاربه كنطالب بهم يحسوا بيا ويحسوا بهذا الوليد ويتعاونوا معايا، الله يجازيهم بخير. انا كنحس حسوا بيا، لحقاش في قلوبهم الرحمه، ولا بد غيحس شي واحد بهذا الوليد ويحس بيه ويتعاون معايا على العلاج ديال ولدي، لحقاش انا ما نقدرش نكمل العلاج لولدي، ما يمكنش ليا نضيع هذا الوليد، راه باقي بغا حتى هو في الحياه يلعب ويدوي ويضحك وياكل كيف وكيف الوليدات. لحقاش كان عندي امال يتعاونوا معايا المحسنين ويكون ولدي بخير وعلى خير، انا عندي احساس، كنحس بان ولدي غادي يكون بخير ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.